Thank you.
نهضروا على الجمهور بزاف اللي هادشي ديال بنادم كثير بنادم باقي برا عنده التيكيت ديالو سوء تنظيم يعني كيفاش الحمد لله اليوم فريق الرجاء الضوي حضرات جات ازر اللاعبين توعى ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نتاهلوا لدور نصف النهائي بالنسبه للتنظيم تنظيم كارثي المرة الناس اللي مكلفين ما قادرينش على المسؤوليه ديالهم يحاولوا يخدموا تيران ويعطيو الناس شباب قادرين في الاستطاعه ديالهم بيمشيو في هذا المجال ديال التنظيم كنشوفوا ان الجماهير حجات قبل من الافطار حجات الملعب بكثره وباقي الجماهير خارج الملعب هذا الشيء راه ما كيبشرش بالخير كنتمناو من الجهات العليا والسلطات يقوموا بالدور ديالهم ويناضوا عليهم ان شاء الله الرحمن الرحيم باش يكون في الضيف المستوى اللي شرفت المغاربه خارجي ان شاء الله والحمد لله وكنتمناو التوفيق للاعبين ديال الرجاء البيضاوي ويكون بالنسبه للاعبين يكون في المستوى كتطلع ويكون تفكير ذهني تحضير ذهني ان شاء الله الرحمن الرحيم ونفسي واستعداد بدني باش نتاهلوا ان شاء الله الرحمن الرحيم للدور هي دور نصف النهائي قادرين ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نمشيو بعيد الشامبيونز ليغ ان شاء الله ان شاء الله اذا مشاهدي عليك لا زال المشكل الغموض الملعب فهو تيتبقى النقطة السوداء بالنسبة للجماهير الرجاوية أكيد أن العديد من الجماهير الرجاوية فبعد ما اقتنت التذكرة ديالهم فمازال يعني خارج الملعب I'm